السلام عليكم. بمناسبة تدشين فندق ميركور بعين بنيان غرب الجزائر العاصمة، اليوم حبينا نعرفكم بفندق آخر تابع للمجمع ميركور. وللعلم أنه هذا المجمع تاع الميركور قد أنشأ أربع فنادق في الجزائر، منهم فندق صوفيتال هذا بالحمة، وهو يعتبر هو الأول فندق تم تدشينه، ثم كان في فندق ميركور آخر بباب الزوار، وفندق ميركور بعين بنيان، وكذلك في فندق آخر فندق صوفيتال طالاسة راه قيد الأشغال بمنطقة سطاولي غرب الجزائر العاصمة. إذن فيه أربع فنادق تابعة لمجمع ميركور الفرنسي في الجزائر. أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذا الفندق، فندق صوفيتال اللي يقع بالحمة في وسط مدينة الجزائر العاصمة. والسلام عليكم.